في الدوري البرتغالي، لذلك حذر من منتخب كاب فارد. سي ان برونوستيك ا دوني قول بوتيتر ماتش نيل 1-1. امين اكساس غانا، والله راح يكون والله راح يكون لقاء صعيب للمنتخبين، باسكو كل منتخب اليوم راح غدا ان شاء الله راح يحب يدخل بقوه في هذه المنافسه. ما يخفالكش باللي راح يكون فريق الموزمبيق، لا مش موزمبيق، زيمبابوي، وفريق المنتخب المصري في الجروب تاع الغانا. موزمبيق مع مصر. انا نقول غدا ان شاء الله منتخب الغانا يحب يدخل بقوه، كما الكاف فير كما تحدث لك ميدو، فريق منتخب اللي ما يخسر والو، يحب يلعب الهجوم، يحب يلعب يعتمد على الاستحواذ. شفناه مع المنتخب الجزائري مالجيتو خسر بنتيجه ثقيله ضدنا، مي يحب يطبق كره، شفناها يلعب كره يلعب كره جميله. منتخب الغانا بالك سيفري واش تكلمت انت، هاد المنتخبات كاع غانا نيجيريا كاع تراجع المستوى تاعهم في الاونه الاخيره، بالك هذا نقص اللاعبين تاع لا كاليتي دو جوار اللي نقصت كاع بالك في العالم كاع. تروح انت بالك دوكا تشوف البرازيل تقول ماشي البرازيل هذوما اللي يلعبوا دوكا، حقيقه نقولوها منطق الكره تبدل شويه، يعطيك الصحه تبدل. دونك حيكون لقاء صعيب للفريقين، انا نرشح المنتخب الغاني باش يفوز بهذا اللقاء. رشيد نختموا معك، هل من باللي يشوف رضوان الغانا ما نساوش باللي الدور الاخيره خرج وقيل في الدور الاول، الدور الاخيره خرج في الدور الاول على ما اظن، خرج في الدور الاول. على كل حال ما كانش عندهم مشاركه جيده في الدور، رغم انهم مشاو كاس العالم وخطفوا التاهل من طرف نيجيريا مع البلاش كيفاش، لكن انا الغانا فريق راه في تراجع رهيب منذ سنوات، سواء على المستوى الافريقي ولا على المستوى التاهل، بدليل انه ايو مازالوا يلعبوا، مازال يلعب بارك الله فيك، هذه واش حبيت تقول؟ ستيام تورنوا ايو سبع دورات يعني هنا يظهر بان المنتخب الغاني اصبح لا يمتلك لي عناصر بارزة. كنا في غانا نشاهد أسماء جديدة، نعم. من وقت جاني أساموا دائما أسماء جديدة في غانا تظهر، أبي دي بيلي، نعم. جان أساموا وما يشبه. أنا نظن باللي غدوة كاب فير راح يدير المفاجأة، أنا نرشح الكاب فير باش يفوز غدوة بالمباراة هدف مقابل صفر. رشيد يقول نرشح الكاب فير. إذا عاود ذكرني يا حمزة بالمج أو برنامج يوم الغد يوم الأحد، لقاءات المبرمجة غدا نيجيريا غينيا الاستوائية بداية من الساعة الثالثة، مصر الموزمبيق على الساعة السادسة، ولقاء الأخير غانا الرأس الأخضر بداية من الساعة التاسعة ليلا. كل هذه المباريات المبرمجة. أعطيناكم توقيت الجزائري قبل أن نختم حصة سهرة اليوم اللي تحدثنا فيها عن المنتخب الوطني الجزائري، تحدثنا فيها أيضا عن مباراة الافتتاح وحفل الافتتاح غدا، الكثير من المباريات القوية، البارسا أمام الريال غدا في نهائي الكأس الممتازة، غدا أيضا الديربي العاصمي بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد أو شباب بلوزداد ومولودية بالجزائر. نذكر فقط بنتائج الجولة 13 التي انطلقت يوم الخميس مع خسارة مولودية وهران برباعية كاملة 4-1 أمام مولودية وهران. شبيبة الثورة انهزمت أمام شباب قسنطينة، شباب قسنطينة فازت برباعية. مولودية أو مضوي استقال مضوي، نعم. اتحاد العاصمة فاز 2-1 أمام شبيبة الثورة. أمس نادي بارادو تعثر وتعادل 0-0 أمام نجم مقرى. اليوم مباراة اليوم اتحاد خنشلة الذي ينفرد بالمرتبة الثانية حاليا، خنشلة فاز 2-0 أمام واتسوف بصعوبة في الدقائق الأخيرة. اتحاد بسكرة أمام مولودية البيض، جد سعداء بعودة البيض إلى المنافسة اليوم، عادوا علي بن شيخ بتعادل من بسكرة 0-0. تحية خالصة لهذا الفريق الذي يعاني بعد حادثة الحافلة. المباريات الأخرى، شبيبة القبائل فاز 2-1 أمام جمعية شلف، ووفاق سطيف تعادل أمام نجم بن عكنون هدف لمثله، في حين شباب الوزداد مولودية الجزائر. اللقاء سيلعب غدا، الترتيب المولودية دائما ب 29 نقطة ناقص مباراة راح تلعب غدا، خنشلة ب 22 نقطة في المرتبة الثانية، وفاق سطيف ب 21 نقطة في المرتبة الثالثة، ثم يأتي كل من شباب قسنطينة ونادي بارادو ب 20 نقطة مع ناقص مباراة لشباب قسنطينة أمام اتحاد العاصمة. علي بن شيخ غدا الديربي العاصمي بين المولودية
والشباب كيف تتوقع هذه المواجهة؟ صعيبة على كل حال بين مولودية وسي ار بي، في زوج رامي يلعبوا على البوديوم كيما نقولوا. سي ار بي لوفيا ابري لا فيكتوار اللي دارت في سطيف، دونك وعندهم 3 ماتش دو روتار، ولهذا يقول لك نسي نربح المولودية باش يزيد يحبطها شوية، اي سافا اتر لا كورس لو تيتر. نداء باك نديرو على لي دو سيبورتر، انا نسمعوا منا ومنا بلي كاين حوايج وكدا، فتنه كبيره، نقول لهم نو، حنا حياتنا كاع نلعبوا مولوديه سي ار بي، عمرها ما صارت حاجه بين لي سيبورتر ولا هذا فوتبول، هذا خليونا من هذاك الفتنه والمشاكل هذه، ان شاء الله تجوز دون دو بون كونديسيون وخلاص. صافا دير غدوه راح تشوف سي ار بي مولوديه، بعدها في السهره راح تشوف بارسا مع الريال. بيان سور. كاس افريقيا غدوه ما تشوفش. ولا تشوف؟ لا لا نشوف. شوف شويه. شوف منا ومنا. شوف منا ومنا. ثلاثة ولا تاع الخمسة؟ شوف ثلاثة وتاع الستة. تاع الستة. ومن بعد كاين مولودية سي ار بي، شوف مولودية سي ار بي. شوية قالنا. راشد شوف شوية شوية. سامحتنا بالضبط. يا أخي في البيرو تاع راشد عنده شحال عندك 12 هكذا. خلاص شوفوا معاه شوية شوية. راشد. سامحتنا نرجعوا لكان الجزائري اليوم كانت ممثلة من السيد وليد صادي اللي وصل إلى أبيجون. وكان عنده لقاءات مع بعض رؤساء الاتحادات الافريقيه، ربما يقال هناك راح يسني بروبابون دي بروتوكول داكور مع سيرتان اون فافور دو لا فيديراسيون، وهذه حاجه مليحه للجزائر. ثاني عندنا السيد جمال حيمودي اللي راه عضو في لجنه التحكيم، عيناته الكاف باش يكون ايفاليوتور ماتش تاع سينيغال غومبي، ولوجي دو توش زرهوني اكرم راح يكون سوبليون اسيستون في هذه المباراه تاع سينيغال غومبي. ميدو مباراة الغد، هل ستشاهد البرسا والريال بالتأكيد؟ لا شوف بريما ميطون سي ار بي مولوديا ما شوف برشلونة، لا سي ار بي مولوديا كما قال عمالي نتمناو تجرى في ظروف حسنة باسكو اليوم المناصرة نشوفوا في البطولة الوطنية بالناس الله يهديهم يسخنوا لي غاليري ابخي لو جور دو ماتش هذوك لي جون اللي راهم يروحوا للستاد هما سي او كي باي لي كاروت. المشكل يا ميدو راك قلتوا اللي يسخنوا الناس هذو احيانا يسخنوا الناس لكنهم لا يتنقلون للملعب، يسخنوا في مواقع التواصل الاجتماعي وما يروحوش للملعب. صعيب بنت تلقى واحد في عمره 40 سنه يسخنوا طفل في عمره 13 سنه في ممكن يسرقوا امور دون زون باج فيسبوك. نتمنى العقل مليح تاعني، نتمنى في احسن الظروف. نعم لانه الفتنه اشد من القتل. نداء اكرم في هذه المباراه احسن ما فعلت الفاف انها عينت السيد حسام الدين بن يحيى حكم دولي من احسن الحكام، يعني العام اللي فات خرج احسن حاكم بن يحيى هو اللي راح يدير المباراه ان شاء الله. لقاء حاكم يعني معروف برزانة تاعه ان شاء الله، يكون لقاء فوق ارضيه الميدان وفي المدرجات. نعم. امين اكساس يكون في المستوى ان شاء الله وينتهي في احسن الظروف. لا ان شاء الله هذا ما نتمناه، وحنا نتمنى كل خير لكره القدم الجزائريه سيتو وين دي ماتش هكذا مادا بينا نشوفوا الفرجه ساسوا في التريبيل ولا فوق الملعب. صح باسكو بالك تشوف لي ديرني ماتش هذوما ما راناش نشوفوا فرجه فوق الملعب. دونك علاش اليوم السيبورتور يطلع للستاد باش يموت ولا باش يدخل السبيطار ولا؟ ما عماك عيب اليوم باش نتكلموا على المقابله، نقولوا ان شاء الله تكون مقابله جميله. اليوم مولوديه الجزائر في احسن احواله، راهو في المركز الاول ب 29 نقطه، بشباب يعادوا بقوه، يعادوا بقوه ب 19 نقطه ناقص 3 مقابلات. اسما غدوه تكون مقابله جد مهمه للفريقين. نقول شباب بلوزاد عنده من احسن الفرق، هو اللي راهو في البطوله في الاونه الاخيره 4 سنوات ويتحصل على البطوله، راهو مسيطر على البطوله طول العرض. مولوديه الجزائر هذا العام راهو في احسن احواله، ان شاء الله نشوفوا مقابله كبيره ساسوا في تريبيل ولا في فوق الملعب. لازم لي جوار يمدوا ليكزومبل، ولا اسما غدوه ان شاء الله السيبورتور كي يطلع ان شاء الله يفرح، ولا ساسوا في التلفاز ان شاء الله. وكما قلت كما داروا